وقت موعدي معكن تخبركن الحكاية اللي حخبرنا إياها اليوم بحمان الحكيم ببرنامج حكايات بحمان، ودايماً من المغرب. حكاية اليوم بتحكي عن راعي للخراف اسمه بهلول، وبهلول كان يحب ياخد الخراف ويرعاهم بالغابة. لكن بيوم من الأيام اجته فكرة، أو تذكر شيء، أو حب يعمل شيء مختلف، فترك القطيع أو الخراف بالغابة ورجع على القرية وبلش يلعب مع الأولاد بالقرية. فلما عرف أهل القرية إنه بهلول موجود وحده بلا قطيع الغنم أو الخراف، سألوه لبهلول وقالوا له وين الخراف؟ بهلول كذب عليهم وقال لهم الخراف اجى عليهم ذئب هجم عليهم وانا جاي على القريه حتى اطلب النجده فساعدوني. شو رح يعملوا اهل القريه وكيف رح تخلص هيدي القصه؟ نسمع قصه اليوم. سلام الوليدات، كي دايرين؟ بخير؟ ناشطين؟ فرحانين؟ بخير، فرحانين وناشطين. هانت شوف الطحمان هالسالف وهالتفيلة. مزيان، الله يرضي عليكم. وانتو مال الوليدات اللي كتفرجوا فينا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مشيتوا المدرسة؟ درتوا كاسكروت؟ هما بخير، ناشطين بحالنا، فرحانين، وبغينا نسمعوا منك الطحمان شي حكاية. إلا كنتي انت فرحانة عثمان، أنا مقلق عليك. هادشي اللي سمعتو عليك ما يفرح. ما حشمشيش تكذب على صحابك؟ انا كذب على صحابي؟ تيقني انا ما قلت لهم والو، انا ديما كنقول الحق. ماشي قلتي ليهم راه عندك بشكليت؟ انا قلت لهم عندي دراجة. دا غير كان كيضحك معاهم ما بحمام. عاد تفكرت راه غير كذبة بيضة. ايه كذبة بلون كاسي. ما حشمتوش، الكذوب كذوب ما فيه بيض ما فيه حمر، الكذوب ما هو ضحك. أبا حمان، وش بغيت جبت لك من شكارة كريمات اللوان؟ راه شلة اللوان ما قلتيهم. رحنا كنا غير كنضحكوا أبو حمان، وانت رديتيها بصح. وما زال زيد فيه، واش عرفتي العاقبة ديال الكذوب وفين كيوصلوا؟ أبا حمان، كذوب عندك ولا عندهم الرجلين؟ اول مره غنسمعوا هذا الكلام. ايه الكذوب عنده الرجلين، والكذوب راه تيوصلوا مولاهم الندامة. واش ما عرفتيش قصه الراعي بهلول فين وصلوه الكذوب؟ عاود لينا ابو حمان اش وقع للسارح بهلول والخرفان ديالو. انا غادي نعاود لكم الحكايه بحال الخرافه، وسمعوا مزيان الوليدات، جبدوا ودنيكم، جبدتوا وديكم، حلوا عينيكم. ايه حلوا عينكم مزيان. عاود احنا كنسمعوا ابو حمان. هذا بهلول راسه معلول ولسانه سابقه بالكذوب، شوفوا دابا اش غادي يجرى ليه. ما وانتو ما كاين غير ما وانتو قولوا شي حاجه من غير ما وراش قاليكم وسعداتكم ما تتعيوش، ما كاين غير الماكله ومعمع وكيتيانا اللي حاصل معكم. الا بقيت معكم غادي نكون نحاولي ونولي نقول ما عتانا ما وباين لي غادي نخليكم هنا ونمشي ندور مع راسي ونلعب مع صحابي، وما غادي يوقع لكم حتى شي حاجه. ومع عمريه وصاتكم. اش هاد الكلام اللي تنسمعوه بهلول؟ واش كاين شي سارح حتى يخلي الخرفان ويمشي؟ بغيت يا عمي يدي بيجي ويدير لي يدي وسنانو فينا. واش عرفتوا ولا بقيت معاكم باش يوصل ليا؟ راه نولي معلول مش بهلول. تمشي وتخلينا؟ اش غادي تقول الناس الدوار؟ وتال تماك ويدبرها مولانا، نكذب عليهم شي كذبه بيضة، المهم نمشي نفوج على راسي. اش من صار هذا تيسرحنا؟ انت بهلول معلول ومازال زايدها بالكذوب. والمهم هو نفوج معايا على راسي، واللي حصلات نسلك راسي بشي كذبه بيضة. فين داك السارح اللي فرح بداك الخروف الضايع؟ خلات 99 خروف ومشى قلب عليه، قلب كبير عطاه الله. الله على راحه،
ودابا عاد وليت بنادم. كنت غادي نولي غشيم بحالي بحال بهيم، ما بقى خاصني غير البطاله والقروم. واشوف ولاد الدوار ناشطين ومسارين، وانا ريحتي تتعطحط بحال ريحه البهيم. اش دير مهلول هنا؟ انت من خليتي الحواله ديالنا ياك لاباس؟ اش جرى لهم؟ ها مالك تسالك صرات ليك ولا كيفاش؟ كلا منطق، غير قول شي وقع عليك. وانا راه جيت باش نقول لكم راه دي بهجم على الحواله. واك واك العباد والحواله ترزينا فيهم ناريه منتي الله. يا الله العباد نعتقوا غير اللي بقى بعدا. يلا فاش تستناو؟ الحمد لله كلشي سالم. احسب الخرفان، واش هما هما هادوك؟ هما هادوك تا واحد ما ناقص. لا لا ما تيبانش ليا هما هادوك، باين ليا مهلول خاصنا تا هو، هذاك المهلول المعلول اللي لسانو سابقو الكذوب. او انا كذاب؟ كذاب ماشي قلتي لينا راه الديب هجم على الخرفان؟ اه راه شفتو بهاد العينين اللي هي كلهم الدو، الديب كبير قدو قد الجمل. انا اش قلتي؟ قداش؟ اييه لا قد العود. با 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 وهادي كذبه باينه. با 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 وقول الحق بهلول. احشم بركه من الكذوب، هاد الكلام ما يتقبلو العقل. حشومة تخلي الخرفان بوحدهم. ما حشمتيش ما حشمتيش تكذب، راه الله ما يحب كذوب. كلامك بهلول خاص يكون كلام معقول. لا لا ونعم نعم. وصافي تنيتو دابا باع باع، وهذه كذبة. ها باع باع ورديتوني كذاب مع الدوار. باع باع حنا ما قلنا غير حق بهلول. عرفتي شايجيكم مليح، راه نمشي نخليكم وسيروا لعبوا مع رويساتكم في الغابة. سيروا كولوا في الغابة، سيروا سيروا. انا نرعاكم، تعالوا عندي. هذاك الراعي راه معلول ولسانه سابقوا بالكذوب. باع ما وانتم سيروا سيروا لهي، سيروا للغابة، سيروا بعدو مني. تعالوا عندي، اجيو قربوا عندي. هادوك الخرفان سنان هادوك ما عرفت باش غادي نبدا. دابا ريوقي طايحين وشهيوتي بحال عمي الغول. ما هربوا هربوا راه الديب مدان يابو. هادي الوجيب والزردة، هادي سمينة، هاداك هاداك الخروف. با با انقذنا يا السارح ديالنا. وانتم اش واقع الحوالة؟ ورا شتكم تالفين؟ عمي ديب مداس نانو ومخرج فارو وداير شرع لي ديه فينا. واك واك عباد الله، والحوالات الفات وخيفة، وعمي ديب داير شرع لي ديه. شكون اللي غادي يفكني من هاد الوحلة وانا عظمي هشيش وصحتي على قد الحال؟ وهاد الديب مالو متيل واعر صحيح، ما يقد عليها اللي خلقو ولا شي راعي عنده درعات الحديد. نمشي نبرح في الدوار ونجيب العوين. وعباد الله، واللي عنده شي عصا يوجدها، واللي هاز شي حجره عنده يلوحها على عمي الديب، راه هاجم ليا على الخريفات. وعباد الله رانا بهلول السارح ديال الدوار، وراه الديب هجم ليا على الخريفات. وعباد الله، واللي عنده شي عصا يوجدها، واللي هاز شي حجره عنده يلوحها على عمي الديب، راه هاجم ليا على الخريفات. وعباد الله رانا بهلول السارح ديال الدوار، وراه الديب هجم ليا على الخريفات. اش تقول يا بهلول؟ اش تقول؟ انت سير قضي شي حاجه اللي تنفعك. اش جابك عاود ثاني يا بهلول لهنا؟ اش قلنا لك سير تسرح البهايم؟ وانتم راني تنهضر معكم بالمعقول، وراه الديب تيتبندر على البهيم. وقديم هذيك الكذبه، ما كنتي قلتيها بهلول وطلعت في شوش. وعباد الله، واللي عنده شي عصا يوجدها، واللي هاز شي حجره عنده يلوحها على عمي الديب، راه هاجم ليا على الخريفات. وعباد الله رانا بهلول السارح ديال الدوار، ورا الديب هجم ليا على الخريفات. واو واو على حصله حصلت فيها راسي بلساني، ولساني سبق الكذوب، ورا الدار حط كدرت الكذوب، والحواله كلاهم عمي الديب. الله يخلف عليك ويخلف على ما نفق ويجعلها صدقه مقبوله. وغير كول مع راسك وتبنن، ما كاين اللي غادي يهضر معاك. الله يكثر من امثالك ويجيب شي سرحة بحالك. وغير شفافية فمي دار هادية، انا كذبت على الدوار وما بقى حد يطيق بيا. يا ربي تعاوني وساعدني وكون حارس على لساني. ايوا الوليدات،
شتو واش وقع للسارح بهلول وفين وصلوه الكذوب؟ داو الخرفان قالهم عمي الديب. الكذوب عنده رجلين، الكذوب ما فيه بيض ما فيه كحل، الكذوب كذوب ماشي ضحك. واش فهمتو؟ كلامك صحيح ابا حمان، خاصنا ما نكونوا بحال بهلول العامر بالكذوب. عندك الصحة غيتا، وانا كنطلب السماحة منك ابا حمان ما نبقى نعاود الكذوب كيوصلوا للندامة. انا بغيت نعرف منكم استفدتوا من حكاية بهلول العامر بالكذوب؟ انا عجبتني واحد كلمة قالها بهلول في الاخر. اما هي غيتا؟ قال يا ربي عاوني وساعدني ودع حارس على لساني. كلامك صحيح غيتا، راه اللسان ما فيه عظم، راه كيقشل وكيحي. كون كان صادق كاع ما يضيعو خرفانو وياكلوه مع عم الديب، لكن كذوبو وصلوه للندامه. كلامك صحيح والحكايه فيها مغزى ومعنى. انتوما الوليدات يا اللي كتفرجوا فينا، نتمنى تكون عجباتكم حكايه بهلول واللسان الطويل اللي سابقوا بالكذوب، وتكونوا خديتوا منها دروس وعبار. بغينا قبل ما ننهيو الحلقة تجاوبوا على جوج أسئلة، عندكم جائزة توصلكم حتى لباب الدار. أكتب في الجوج سطورة شنو استفدتي من حلقات بهلول، وعيد أكتب في السطرين ماذا استفدت من حلقات بهلول. شنو هي آخر جملة قالها بهلول؟ وعيد ما هي آخر جملة قالها بهلول؟ وليداتي دابا نخليكم، وموعدنا الحلقة القادمة مع حكاية من حكايات بحمد. شو تعلمنا من قصة اليوم؟ ما تقولولي كتبولنا على العنوان الموجود بهذا البرنامج، وأيضا فيكن تردوا على سؤال مسابقة وتزوروا الموقع الإلكتروني، وهيك تعرفوا أشياء أكثر وأكثر على هذا البرنامج وحكم بحمان من المغرب. وأكيد أنا بشوفكم بالأيام الجاية. باي.